أهلا بكم في موجز الدار. روسيا تتهم أوكرانيا بالتراجع عن بعض الوعود التي قدمت خلال محادثات اسطنبول. رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز يحل بالعاصمة الرباط اليوم الخميس رفقة وزيره في الخارجية بدعوة من جلالة الملك محمد السادس للحضور في جلسة إفطار رمضاني. رئيس الوزراء الإسباني اعتبر أن استقباله من طرف العاهل المغربي في جلسة إفطار خاصة يمثل لفتة رمزية وصداقة لإظهار عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها. عزيز أخنوش يترأس الاجتماع الأول للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للمياه والغابات. رئيس الحكومة أوضح في كلمته أن إحداث هذه الوكالة جاء في إطار الاستجابة لمتطلبات التدبير التشاركي لمختلف النظام البيئي للغابات في المملكة المغربية. كنا معكم في موجز الدار.